لما بيتألق أبطال مصر في كل المحافل الدولية الحقيقة ده بيبقى يوم عيد بالنسبة لنا، ما بالك كمان لما بيبقى أبطال مصر دول ولاد النادي الأهلي. فالحقيقة النهاردة حلقة ليها مذاق يعني مميز لما نشوف أبطال العالم معانا في الاستوديو، مكملين حوارنا مع أبطال العالم للناشئين والشباب وتحت 21 سنة للكاراتيه في بطولة العالم. في البداية طبعا برحب ببطل العالم اللي منورنا في الاستوديو ياسين أحمد، أهلا بيك ياسين. أهلا حضرتك. أنا عايز أقول لكم ياسين واخد برونزية يعني الكوميتي تحت 70 كيلو، صح انا بتكلم مظبوط؟ ايوه تمام مظبوط. طيب كلمني ياسين عن الفاينل، انا باجي يعني زي ما كنت مع مريم وفاطمه كلمت عن الفاينل، كان مع مين؟ وهل الفاينل الثالث والخامس؟ الثالث والخامس يعني المباراه النهائيه، قصدي مش الفاينل كفاينل. أيوة. المباراه الاخيره، المباراه الاخيره مش قصدي المباراه الفاينل، كانت مع مين؟ كانت مع سويسرا. سويسرا. طيب يعني يعني تأهلت ليها ازاي؟ هل كان في دوري تمهيد؟ مشوارك في البطوله كان شكله ايه؟ هو بدأت الأول ماتش مع كان رومانيا وبعد كده بلغاريا وإيطاليا، كان وبعد كده خسرت في الأردن، بدأت من الدور 64 ساعتها، ف بعد كده لعبت طردية مع أستراليا بعد الأردن ده عشان هو كسب، فبعد كده لعبت ثالث وخامس مع سويسرا. كويس، يعني مشوار ما كانش سهل، يعني مشوار بالطبع ما كانش، بالإضافة للإصابة يعني، فكنت بدوس على نفسي، كنت بدوس ساعتها. كان إصابتك إيه؟ كان عندي اصابه في الظهر ساعتها، فكنت باخد 3 حقن تقريبا في اليوم. خبر ابيض. والبنج طبعا كتير. يعني انت لو سليم تاخد اول مريح. الحمد لله. طب يعني الاصابه دي جات لك لما رحت ولا لما كنت هنا؟ لا كان البطوله اللي قبليها على طول، كان اللي هي كانت شمال افريقيا في تونس، كانت قبليها بشهر على طول. بس كنت عمال تعكز يعني شويه كويس شويه وحش. كنت بتهدى شويه مع التمارين والدكاتره طبعا. طب طمنا عليك دلوقتي. يعني كانت طلعت اصابه كبيره شويه، ف طلعت ديسك في الغضروف. طب ده علاجه ايه هيكون؟ الدكتور قال لي راحه وكده، الف سلامه. المفروض احنا نروح افريقيا كمان كام يوم، كام بس ما تقلقش ان شاء الله، إن شاء الله يعني في لعيبه كتير بتلعب بالديسك ده، بس هي محتاجه تقويات، عايزه ظهرك يبقى قوي جدا. طبعًا اكيد الدكتور قال لك كده. طبعًا. يعني لو ظهرك بقى قوي، ولعلمك لعبتك كلها ظهر، يعني ظهر الكور ده اللي هو البطن والظهر لازم يكون قوي جدا. اكيد ان شاء الله انت قدها ودود ان شاء الله. طيب كلمني عن تاهلك، زي ما برضو يعني دايما بنعرف نحب نعرف من ابطالنا تاهل البطوله ازاي، ارقامك بس اللي كانت في مصر وبطولاتك ومستواك ولا والتصفيات اللي اتعملت مع المنتخب، يعني كلمني عن رحله تاهلك لبطوله العالم. طبعا احنا بنلعب تصفيات كتير قوي قبل كل بطوله طبعا، فلعبنا مثلا 5 6 تصفيات، ولعبنا طبعا بطولات دوليه قبليها كتير. الحمد لله كنت جبت في التصفيه كلها اول ما شاء الله، ولعبت قبرص جبت فيها 5، وكرواتيا جبت 3، شمال افريقيا جبت اول ساعتها، وبطوله العالم على طول قبليها، وطبعا غير الجمهوريه والرانك والحاجات دي في مصر. ما شاء الله. طب ياسين يعني انت البطولات الدوليه اللي شاركتها دي يعني اول سنه ليك تشارك بطولات دوليه بره مصر السنه دي؟ أول مره تخرج بره مصر. يعني انت ما شاء الله مواليد 2007، يعني سنك صغير 15 سنه، فانت بقالك سنه بس بدات تطلع عالميا. يعني دي كانت اول سنه ليا في المنتخب، طبعا بعد اول قاره او جمهوريه واول رانك دايما، بس دي كانت اول سنه ليا في المنتخب. يعني انت تاهلت بتعبك ومجهودك وعرقك، طبعا قبل كل ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ولكن تاهلت نتيجه مشوار طويل جوه مصر عشان تقدر بقى كفء ان انت تخش منتخب مصر. اكيد طبعا. طب خلينا نتكلم عن الميداليات اللي معاك، يمكن انت في 3 ميداليات قدامنا، كلمنا عنهم. دي كانت كرواتيا اللي ساعتها جبت 3، كانت تاني بطوله بعد قبرص على طول. كرواتيا اول بطوله ايه؟ بطوله وديه. بطوله يوث ليج كانت شهر 7. تمام. دي شمال افريقيا كانت في تونس، جبت الحمد لله فيها ذهب. ما شاء الله. وعلى طول بعديها بطوله العالم جبت برونزيه. طيب خلينا نتكلم عن النادي الاهلي، مين ماسك الاعلى في اللعبه؟ ممكن مهند مجدي. دكتور مهند، انت فاكره هو بيلعب؟ هو على فكره رجع لعب بطوله. ايوه طبعا لعب بطوله وديه كام يوم. كام يوم؟ يعني عايز تبقى زيه في ايه؟ هل مثلا في نجاحه ككارير وكدكتور؟ طبعا. هل نجاحه كراجل كمان في اللعبه وبطل عالم؟ يعني عاجبك القصه الـ 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 التركيبه دي؟ طبعا شرفني ابقى زيه. طيب خلينا نتكلم برضو عن النادي الاهلي وتمرينك، يعني انت اكيد ابتديت كاراتيه صغير صح؟ كان عندي 4 سنين. كان عندي 4 سنين. كان عندك 4 سنين. طيب فاكر مين المدربين اللي كان ليهم بصمه عليك او ان انت ما تنساهمش ابدا؟ كان في طبعا كابتن ابراهيم الليبياري، وكابتن محمد عاطف، وكابتن محمد سيد سالم. كابتن محمد سيد كابتن مهاراته. انت ما تنساهمش ابدا؟ لا طبعا، هو كابتن مدربي هو كابتن محمد سيد دلوقتي. طب في المنتخب مين مدربك؟ كابتن تامر عبد الرؤوف. بس هو مش في النادي الاهلي. لا في مرسى مطروح. مش في النادي الاهلي. لا
طيب قول لي يعني تمرينك بتتمرن كم ساعة في اليوم؟ واحنا بنتمرن 3 تمارين مثلا في اليوم، تمرينتين اقل حاجة، تمرينتين تمرين مثلا من ساعة ونص لساعتين لو هي بتتمرن في الأهلي مدينة نصر ولا الجزيرة؟ لا مدينة نصر. مدينة نصر. وفي الأهلي دايما لو مثلا بتمرن، لو بره المعسكرات طبعا المنتخب، بتمرن مثلا تمرينتين في اليوم، تمرينة كده. طب لو اتكلمنا دلوقتي في الدراسة، أنت في تانية ثانوي صح؟ اه طب لو اتكلمنا في الدراسة بتقضي يومك ازاي؟ يعني بتروح المدرسة الساعة كام؟ بتروح النادي الأهلي بتمرن من كام لكام؟ يعني كلمني عن يومك. بصحى طبعا على 7:15 كده ولا حاجة، وبروح المدرسة، برجع مثلا يبقى عندي درس أخلصه وأنزل التمرين، أقعد شوية مع أصحابي وأرجع أذاكر. بس يعني التمرين بيبقى، انت قلت لي ساعتين ثلاثة. ساعتين. طب شايف الحياة دي عذاب ولا شايفها حلوة؟ لا لا حلوة طبعا، حابب أحسن إن أنا حياتك أقعد كده؟ ما أعملش حاجة في البيت، أقعد أذاكر بس.